مشاهدينا مساء الخير واهلا وسهلا فيكم جميعا بسحب جديد من يوميه. هاللعبه السهله والسريعه يلي قدرت تربحكم جوائز عديده بتوصل لل 120 مليون ليره، وطبعا كل جوائزنا نقديه. شرط بس تكونوا مشتركين معنا بشبكه واحده، واذا حبيتوا تضاعفوا فرصكم بالربح اكيد فيكم تاخذوا اكثر من شبكه، يعني زياده الخير خير مش غلط. الليله معنا السحب رقم 1270 لتاريخ الخميس 13 تشرين الاول 2022. بالتوفيق لكل المشتركين معنا، وان شاء الله بتعوضوا المبالغ البسيطه يلي دفعتوها سعر الشبكه بالملايين النقديه مثل ما قلت لكم. قبل ما ننتقل للمكنه بدي اذكركم انه الاشراف على سحوباتنا بيتم من قبل مندوب وزاره الماليه وعضو لجنه الرقابه على اعمال وسحوبات يوميه استاذ محمد الحاج شحاده. اهلا وسهلا فيك محمد، كيف صحتك؟ ماشي الحال. فورا ننتقل انا وياك الى المكنه وبنبدا مع يوميه ثلاثه. يلا يومية ثلاثة، يعني رح نشوف أنا وياكم بعد ثواني قليلة ثلاث طابات بيحملوا الأرقام يلي بخولوكم تكونوا من الرابحين معنا بهيدا السحب. بنبلش مع الطابة الأولى ورقم اثنين، الطابة الثانية صفر، الطابة الثالثة ثمانية. إذا 208 هيدا الرقم يلي بيربحكم لسحب يومية ثلاثة. كل يلي لاعبين الأرقام بالدور، يعني مثل ما واردين قدامكم على الشاشة، تضربوا المبلغ يلي دفعتوه ب 400 حتى تعرفوا قد بتربحوا معنا. وإذا لاعبين أرقامكم حيالله فيهم يكونوا 8-0-2-0-2-8، تضربوا المبلغ المدفوع ب 70 مرة. شفنا أنا وياكم يومية ثلاثة، رح ننتقل هلا إلى يومية أربعة. مع يومية أربعة منزيد طابة على السريع، وطبعاً بطبيعة الحال منعلى بالجوائز. أول طابة أربعة، الطابة الثانية تسعة، الطابة الثالثة تسعة عن جديد، والطابة الرابعة ثلاثة. 4993 هيدي السرير رابحة ليومية أربعة لليلة. إذا لاعبينهم بالدور اضربوا المبلغ المدفوع ب 4000 مرة، وإذا لاعبينهم حيالله المبلغ المدفوع ضرب 150 مرة. بذكركم إنه سعر شبكة يومية أنتم بتختاروه، فيكم تدفعوا من 500 ل 3000 ليرة، بس طبعاً كل ما دفعتوا أكثر كل ما رح تكون حصتكم حرزانة أكثر إذا بتصيبوا الأرقام يلي بتختارون المكنة. هلا بنتابع أنا وياكم مع يومية خمسة. يومية خمسة هي اللعبة الأخيرة معنا لليلة، وهي اللعبة يلي بتربحكم أعلى قيمة من الجوائز معنا يلي هي ال 120 مليون ليرة إذا لاعبين أرقامكم بالدور ودافعين 3000 ليرة سعر الشبكة. والأرقام هن 6 4 2 أربعة واحد. 64241 السرير رابحة ليومية خمسة. مشاهدينا إذا لاعبين الأرقام بالدور اضربوا المبلغ المدفوع ب 40000 مرة لتعرفوا قد ايه بترد لكم هيدي الشبكة مصاري، أما إذا لاعبين أرقامكم حيالله اضربوا المبلغ المدفوع ب 350 مرة. خلصنا سحوباتنا ثلاثة لليلة مثل العادة بآخر كل سحب، لكل يلي ما لحقونا من الأول بنرجع بنأكدكم من النتائج بتابلو بصورة أوضح، ولكن هالمرة مع أستاذ محمد. لك محمد تفضل. سحبات يومية ليوم الخميس 13 تشرين الأول 2022، سحب رقم 1270. الأرقام الرابحة يومية 3 2 0 8، يومية 4 4 9 9 3، ويومية 5 6 4 2 4 1. شكرا لحضورك معنا الليله استاذ محمد. مشاهدينا الف مبروك لكل الرابحين معنا بهيدي الحلقه، اما يلي ما توفقوا ما تفقدوا الامل، مع يوميه دائما فيكم تكونوا من الرابحين. كتروا شبكاتكم لسحب الاسبوع الجاي، هلا راضي نهار الاثنين وانا بطلع عليكم نهار الاثنين وعلى 7:30 باللوتو. الى اللقاء.
الجديد.